لم يكتفي الاحتلال الصهيوني بالعدوان المستمر وممارسة القتل والجرائم الممنهجة بحق الأرض والإنسان والمقدسات وفرض الحصار الظالم على غزة، بل امتد عدوانه إلى سرقة الثروات والمواد الطبيعية الفلسطينية، ويعقد الصفقات السوداء لبيع حق شعبنا في حقول الغاز الطبيعي وخاصة إلى أوروبا دون يأبه لأي اعتبار قانوني أو أخلاقي أو سياسي أو إنساني، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم سياسته المشينة وفعله المهين. لذا يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم هذه الجلسة الهامة كي يطلق شرارة العمل الجاد والمخلص من أجل استعادة حقوقنا الثابتة في مواردنا الطبيعية، وفي مقدمتها الانتفاع من حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، وتدشين ممر مائي بحري آمن يتيح حرية التنقل لأهالي القطاع وفقا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، ويشكل بوابة لكسر الحصار الغاشم عن شعبنا. لم يراعي الاحتلال الصهيوني في عمليات التنقيب التي يجريها على السواحل الفلسطينية المحتلة وخاصة في ساحل قطاع غزة التزاماته بالحفاظ على الموارد الطبيعية للإقليم المحتل، وإنما سعى إلى السطو والاستحواذ على كل مصادر طاقة قد يقود إلى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني، خاصة إذا ما علمنا أن حقل الغاز المكتشف بالقرب من قطاع غزة يكفي إمداد القطاع والضفة الغربية وسد حاجاتهم وبالكهرباء لمدة أكثر من 35 عاما على أقل تقدير.